اليوم سليم شبوب ما عنده حتى مطمح في حتى منصب؟ ليش وين؟ مهما كان المنصب ينجم يكون رياضي ينجم يكون غير رياضي. لا لا لا, لا, لا. شو أول حاجة رياضي هذا موضوع حسمته بدون شك لعدة أسباب. إمكانياتي المادية ما اسمح ليش أبو؟ طيب بدون شك أنا التو مصادر وما نخدمش. قال يا أبو مش في بالي الأمور مريقلة مع هيئة الحقيقة والكرامة وتفهمت ودفعت لا لا لا, لا عندي حكم, عندي حكم المكلف العام نزاعات الدولة السابق قبل ما يخرج بجميع مشي يطعن في الحكم هذاك. وقت الحكم هذاك غير قابل للطعن, عطل الحلول بيني وبين وزير أملاك الدولة والحكومة دولة. نستناه حتى توفن, معناها الموضوع يوفى في القضاء بدون شك ما عنده حتى أمل طعن هذايا. لكن الله غالب, شنية الغاية ما نعرفش, انا ما نعرفش. دونك هذاك علاش انا نحكي لك هذا من ناحيه رياضيا ما عندك حتى ما اكثر من ذلك. حتى لو كان عندي رغبه اذا حكم انا عقلي نجي نعمل دوره حبر التاريخ شكون نجح في الجمعيات الكبيره في تونس في مصر في فرنسا في شكون عمل لنا كومباك ونجح حتى حد. راو ثم ان جاب كبير بين الوقت اللي انا كنت سير وبين تسير نتاع توا. تبدلت الكره, تبدلت الترجي. لا مش ترجي, الملاعب يتبدل. لو كان الخطاب اللي كنت انا نحمس به الملاعبيه نجي نكلم به الملاعبيه نتاع توا يضحكوا عليا, يضحكوا عليا للدرجه هذه. سي سليم تبدل كل شيء, تبدل المبالغ اللي ياخذوا فيها الملاعبيه, المبالغ نتفق معك تبدلت تبدلت كل شيء, تبدل